مع تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول، استقبلت مدارس الشارقة الخاصة التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص طلبتها وسط إجراءات احترازية، نستعرضها في التقرير التالي. التزام بالاشتراطات وتركيز بالاختبارات، مشاهد امتحانات الفصل الأول التي رصدناها في مدارس الشارقة الخاصة أثناء جولة لمشرفي هيئة الشارقة للتعليم الخاص ضمن زيارتها الميدانية للوقوف على سير الامتحانات والتأكد من التزام المدارس وتقيدها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية. جميع الطلبة يعني أدوا الاختبارات داخل الفصول في جولتنا، تم يعني توجيه الأسئلة لأبنائنا الطلبة وكذلك لقاءات مع أولياء الأمور، نرصد ملاحظاتهم لتطوير الأنظمة بإذن الله في الفترة القادمة. نحن في هيئة الشارقة للتعليم الخاص نوجه رسالة شكر للهيئة الإدارية والتعليمية في الميدان التربوي لقيامهم بأدوار مميزة حقيقة في إجراء هذه الاختبارات وتطوير الأنظمة والبرامج والتنظيم كذلك بدخول الطلبة سواء بالحضور المباشر أو عن بعد. الهيئة تتيح للطلبة الاختيار ما بين إجراء الامتحان في المدرسة إلكترونياً أو عن بعد، الذين بدورهم يؤدون امتحاناتهم بالنظام نفسه بالتنسيق مع مزودي الاختبارات لضمان صحة ومصداقية النتائج. تأتي الإدارة بتجهيز البيئة الطلابية الممتازة بحيث تساعد الطلاب بحيث نجهزهم من ناحية الأونلاين ومن ناحية الواي فاي ومن ناحية الأمور، ونقيس أيضا على ذلك أيضا الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة ومن التباعد الاجتماعي. جهود بذلتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص لاستكمال خطتها في عودة الطلبة التدريجية وإقامة الامتحانات في مقارهم الدراسية، وذلك لضمان سير العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس ونجاح العام الدراسي. وسط التزام الطلبة بكافة الاشتراطات الوقائية والإجراءات، ها هي امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بكل سلاسة ويسر. لأخبار الدار هويدا الشرقي.